السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في شرح بريمير برو، نبدأ ذكرنا أن الكل هناك عدد برامج بتأدي نفس الوظيفة وبتأدي نفس الغرض، ولكن بتختلف في الانترفيس، تختلف في الشركة المصنعة. نفس الفكرة، أنت ممكن تبدأ بأي برنامج، لكن في هذا الشابتر هنبدأ نتعرف على الانترفيس وكيفية التحكم في الانترفيس. عادة الانترفيس في واحدة في جميع برامج ادوبي، يعني افتر افكت والستريتور فوتوشوب بريمير برو، كلهم نفس يعني التحكم في البانلز نفس الوظيفة. طيب دي كده بروجكت معين. الشاشة الرئيسية عندنا في الورك سبيسز اديت، في هنا الايديتنج، في الكلر كوركشن، في الاوديو، وفي الافكتس. احنا ممكن دي كده التايم لاين، فاحنا ممكن نصغر تايم لاين. هنرجع للايديتنج، ولكن احنا مش محتاجين الماركر، فهنضغط كنترول دبليو هيلغي الماركر. الهيرستوري مش محتاجينه، انفو هنقفله ايضا، لايبرز وميديا براوزر، هنا البروجكت. ممكن الشاشة نكون بتكبرها، واصبح عندنا هنا الافكت كنترول. طيب دي كده لاي اوت محتاجين نسيف من ويندو ورك سبيسز، سيف از نيو ورك سبيس، ونسميها وليكن نسميها باسمي، ثم اوكي. هنلاقيها هنا ظهرت التهامي الت شيفت 1، وهنا طبعا شورت كات لكل ورك سبيس. دي كانت ببساطة شديدة كيفية التعامل مع الانترفيس في بريمير برو.